هالمعطى استفزني كتير. تجربتي الشخصية بتذكر أول مرة وصلتني رسالة فيها استفزاز وفيها أذى كلامي، تفاجأت، انضغطت، بطلت أعرف كيف أتصرف. بس بعد مرور سنين، بعد تجربتي بعالم السوشيال ميديا، عرفت كيف أرد، عرفت كيف أتصرف وكيف أحط حد. مقلق جداً لما عندي صبايا متابعاتي اللي هن بجيل مراهقة، بتضايق عليهن على ردة فعلهن. كيف بتكون ردة فعلهن؟ كيف بتعاملوا مع هيك نوع من الرسائل لما بتوصلهن؟ سؤالي إليك أنت، كيف تتعاملي مع هيك نوع من الرسائل لما بتوصلك؟ كتير بهمني تشاركيني لأنك بتهميني.